وقت الحكوات يا ناس وهيلعب على الوتر الحساس. أوجد وقت الحكوات يا ناس وهيلعب على الوتر الحساس وما تستبعدش تشوف نفسك جوا حكاية وتر الأحداث. حكاياتي يمكن حكايات أجداد بس بتحصل لسه وبتتعاد. حكايات أجداد بس بتحصل لسه وبتتعاد. حكايات خيانة وهروب وعناد وكمان في حكايات إخلاص. أوجد وقت الحكوات يا ناس وهيلعب على الوتر الحساس ما هي دايرة بتدورها السنين وتعيد نفسها مع ناس تانيين. ويعلم بقى الدور على مين علشان يشرب من نفس الكأس. أوجد وقت الحكوات يا ناس وهيلعب على الوتر الحساس. ما تستبعدش تشوف نفسك جوا حكاية وبطل الأحداث. أوجد وقت الحكوات يا ناس. أوجد ده عبارة عندك فرح جاكو بنت شاكر افندي. شاكر افندي وعامل الفرح في الشارع. انا ورايح هنراعي بقى ان بعد ما نخلص كل يوم نسحب الفيش من البرايز عشان بتاخد كهرباء، فنخلي بالنا الموضوع ده. الله يخليكم. حمد لله على السلامة يا كبير الحكواتية. كبير الحكواتية مرة واحدة؟ هما ليه يا أستاذ؟ هو أنت شوية؟ طب ده أنا لو ليا أخت كنت جبتها تشتغل معايا في القهوة يا بكاش، وكنت أنا جبت ضلافها إن شاء الله. حمد لله على السلامة يا حكواتي. ازيك يا عم زكريا؟ ازي يا حمد؟ الله يخليك. اللي قول يا عم زكريا، صحيح اللي سمعته ده بره؟ أستاذ شاكر عامل فرح بنته في الشارع وجايب فرقة ومزيكاتية؟ ما أصل وده طبعا بعثات فلوس ونقوط وحاجات كلها ملهاش لازمة. يا سكر، هي الحكاية في النقوط. استاذ شاكر ربنا فتحها في وشه وبقى معاه قرش محترم، ما يفرحش ليه يا عم؟ يفرح. قرش محترم؟ مش ده استاذ شاكر اللي كان من يومين كده بس بيقول لنا صلولي وصلولي والشغل والسوق مريح والحاله مايله، ايه اللي حصل؟ اظهر يا سيدي، صلواتنا جابت نتيجه وربنا فتحها معاه من واسع. يعني احنا ما نفتكرش ربنا غير لما يكون معناش، واول ما يفتحها علينا ويدينا بننساه بسهوله كده. دول يا حكواتي بيقولوا ان هما جايبين مطربين من اللي بيطلعوا في التلفزيون دول ورقصات من اللي بيطلعوا في الراديو. رقصات؟ انت بتبص لي كده ليه يا حكواتي؟ وانا قلت لك هرقص معاهم. لا ابدا، بس غريبه يا سيدي. لا غريبه ولا حاجه، خلي الناس تنبسط شويه، نفسي كده كل الناس تنبسط. وبعدين هو مش الانجيل بيقول ساعه لربك وساعتين الا ربع كده لقلبك؟ قصدك ساعه لقلبك وساعه لربك. وغور من وشي بقى بدل ما اخليها لك ساعه غسيل كوبايات وساعه تنظيف حمامات. الواد ده مش فاهم اي حاجه يا حكوات. يا عم زكريا، هو في حد فاهم حاجه اصلا؟ عندك حق يا سكر، محدش فاهم حاجه. طب يلا يا حكواتي قول الحكايه بسرعه لحسن الرقاصه على وصول، ولو ما لقيتنيش في استقبالها ممكن تقفش. ماشي يا سيد سكر، هقول الحكايه بسرعه عشان الرقاصه على وصول. ما انا بقيت نمره زي نمره الرقاصه، مش بعيد كمان الناس تيجي تتبسط في الحكايه هنا وتطلع كمان تتبسط مع الرقاصه. ما هو كله بقى شبه بعض.
كله بقى مواسم. صدق الكتاب لما قال في سفر أشعياء النبي: لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا وقلبهم ذاهب وراء كسبهم. وها أنت لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف، فيسمعون لكلامك ولا يعملون به. هي الحكاية كده ابتدت ولا لسه؟ هبتدي يا سيدي اهو، هبتدي. بس سمع هوس كله يهوس، كله يسمع الحكواتي على واحدة ونص. على واحدة ونص؟ إله يطم نصك ويريحني منك يا شيخ. حكواتي، قول يا حكواتي، بس قول بسرعة لحسن الرقصة جاية، وأنا حاسس كده إنها هتعجب بالبيبيون. يا سلام، هقول يا سيدي هقول. حكايتنا النهاردة قصيرة. ماشي يا سيدي. حكايتنا النهاردة قصيرة لكنها طويلة، تتقال في كلمتين لكن بتحصل في مدة طويلة قوي. بطل حكايتنا اسمه أخنوخ، وأخنوخ كان في سابع جيل من آدم، ومعنى اسم أخنوخ المكرس. الحكاية ابتدت من لما آدم وقع في الخطية والعصيان واتحكم عليه بالموت، والرب وعده أنه من نسله هيجي مخلص للشعب. وفعلا جه من نسل المرأة شعبين، شعب شرير من نسل قايين اللي ذبح أخوه هابيل وقاتله، وشعب بار جه من نسل أنوش وشيل، وابتدى من عندهم لغاية لما وصل للجيل السابع اللي جه في مين؟ أخنوخ. أخنوخ حكايته طويلة قوي، بعدد سنين عمره 365 سنة. قالها الكتاب في كلمتين: وسار أخنوخ مع الله. مش يوم ويوم، ولا سنة وسنة، ولا موسم وموسم، ولا موسم وموسم. يعني كان ليه لازمة كل ده؟ في ايه؟ مش لازم نفرح ببنتنا؟ طبعا نفرح بيها. الله، امال ايه؟ مال؟ انا مش عارفه ايه اللي جرالك، شادر وهيصه ورقص في الفرح. الله، وماله؟ بس ده مش شكل افراحنا. شكل افراحنا؟ ماله شكل افراحنا؟ عشان فرح الكنيسه؟ طب ما احنا عاملين فرح في الكنيسه وبعد كده نخرج نهيص مع العروسه شويه. في ايه يا شيخ؟ ايوه لحودة. مظبوطه الكرافته؟ زي الفل. ايه ده؟ ايه دي؟ ايه ده بس عليا؟ خديها تنفعك يا عم. تنفع ايه بس؟ خد حاجتك دي يا عم، خد اعمل دماغ. الله ينور يا حودة، عقبال ولادك. لم بقى اللي عندك ده وسالي تحت. يا اخويا نهيص لها ومالي، بس ما نزعلش ربنا. يوه، جينا بقى للكلام الفاضي اللي ملوش لازمه. يعني لازم نفضل فقريين وما نعرفش نفرح؟ نفرح يا اخويا، بس من غير ما نغضب ربنا. شاكر، انت ايه اللي حصل لك؟ انت كنت طول عمرك ما بتحبش الافراح اللي زي دي. يا ست، كنت فقير ومحتاج وما حلتش اللضا، وربنا اداني. اعمل ايه؟ ما افرحش بنتي دي ليله. عاد يا حودة. انت اتحبلت ولا ايه يا ابني؟ النهارده فرحك ولازم تبقى كده. انت مش فاهم ولا ايه؟ انا مدرس مدارس احد محترم، وانا قلت لك اديها لعيال في الفصل ووزعها بدل الكابونات. الشيء لزوم الشيء، ولازم تبقى كده. انت شكلك هتعصبني زي شاكر. انا مش عارف بعد اللي عمله ده اوري وش ازاي قدام خدام مدارس الاحد والناس العظماء الخدام بتوعنا. لا 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 لا، انت ضايقت وزعها الوحش عليك في ليله زي دي، واحنا عايزينك تبقى كده. خد وهي ليله. رايحه فين يا رانا؟ طلع بس يا بابا الم الغسيل من على السطوح. طب روح لاختك تحت، يمكن عايزه حاجه عند كوفير. ما انا هروح لها بس بعد ما اطلع السطوح والم الغسيل وانزل على طول. طيب خلاص يلا. وانت خلاص يلا قومي البسي عشان الناس اللي تحت دي. حاضر. يلا حاضر. يلا يا حوده. حبيبة قلبي، ايه ده خضتني؟ ده معاش ولا كان اللي يخضك يا قمر؟ وحشتيني. وانت كمان. قوليلي
اخبار العروسه ايه؟ يا بختها، فاضل لها كام ساعه وتخش دنيا. ايه واحنا ملناش نفس نخش دنيا ولا ايه؟ انت عبيط يا واد ولا بتستعبط؟ انت ناسي انا صايمه. صايمه؟ انت ناسي ان احنا خدنا عهد على نفسنا نصوم كام يوم عشان ربنا يتملنا موضوعنا على خير؟ مصدقي كنت خايف تكون انت اللي نسيتي. ايوه كده، خليك بادبك. ماشي. على العموم جاكو فرحة النهاردة والبيت هيفضى عشان يبقى براحتنا، بس ما نكونش صايمين. لا صايمين ايه بس؟ معلش مش هينفع، انت عارف الجو ده مش بتاعي. صدقني ولا انا ليه في الجو ده، بس شاكر ربنا يسامحه هو اللي دبسني. انت عارف انا على اخر مش عارف اعمل ايه. معلش. الحمد لله على السلامة يا جورج. الله يسلمك يا بابا. امال يعني ما نزلتش الفرح؟ لا انا رحت لشاكر باركت له في الكنيسة، انت عارف برضه ده مش جونا. عندك حق يا بابا، شاكر بيدور على الفرح اللي اتسرق منه، هو فاهم انه كده هيلاقيه ولكن بكده بيزود من كآبته. عندك حق يا بابا. طيب انا هسيبك بقى واروح اقرا شوية في الكتاب المقدس وانام. تصبح على خير يا بابا. كنت من اهل حبيبي. هو ايه؟ العين
مش شفت الناس فرحانه قد ايه؟ انت فرحت يا شاكر؟ لا انت هتزهقيني. انا سايبها لك وماشي. انت هتقري فين يا شيخه؟ ده ايه ده؟ رغم كل الظروف ان كانت ضيق او فرج الا لو كان حاسس فعلا انه عايش في طاعه. اخنوخ ما عاشهاش مواسم، يعني ما عاش موسم وموسم مع الله، ما ممسكش فيه في وقت الضيق وسابه في وقت الفرج، وعمره ما نسي انه الخير ده هيكون بس من ايده. قعدت مع نفسي ورجعت لذكرياتي، حسبت كم مرة كنت فاكرك وكم نسيك، لقيتني فاكرك في وقت ألمي ووقت ضيقي، لكن في فرحي كنت دايما بسيب ايديك، يعني بفتكرك يا رب لما بيزيد احتياجي، غير كده عايش براحتي ولا ليا اي علاقة بيك. حد كان يصدق المعلم الشهاوي بعد خدمتي السنين دي كلها يرميني كده في الشارع؟ معلش يا اخويا، احنا نصلي لربنا واكيد هو هيحلها من عنده. حلها من عندك يا رب يا رب يا رب. اكتشفت مع السنين والوقت ان انا حب ليك مجرد نص حب، وكمان بقول قلبي وحياتي عمري كله بين ايديك، بس انا بكتب يا رب انا مش عايش عشانك، قلبي خانك قلبي خانك، انا مش مديك مكانك، انا مديك نص قلب. مش ابدا ان اللي حاله حالي واللي عايش نفس عشتي يكون راضيك، لما تبقى عطيني كل سنين حياتي يبقى من حقك تاخدها بحالها ليك، وانا طول حياتي عمال عانيت معك وفاصل، انت كنت كريم معايا وانا لسه برضو ببخل عليك. اكتشفت مع السنين والوقت ان انا حب ليك مجرد نص حب، وكمان بقول قلبي وحياتي وعمري كله بين ايديك، بس انا بكتب يا رب انا مش عايش عشانك، قلبي خانك قلبي خانك، انا مش مديك مكانك، انا مديك نص قلب يا Thank you.
5000 جنيه اول مبلغ محترم امسكه في ايدي. مش قلت لك صلاتنا مش هتروح كده واكيد ربنا هيستجيب. هيستجيب ده تحليل طاقه السماء. يا سلام اشكرك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شاكر الفجر بيشقشق، مش هتدخل تنام شويه يا اخويا؟ شويه كده عشان تلحق تنام شويه قبل الكنيسه، ولا انت مش نازل الا ميعاد الكنيسه؟ ما ينفعش ما اروحش. يبقى لازم ترتاح شويه. مش جاييني نوم، يظهر اني هفضل قاعد كده لغايه الصبح. معلش يا جماعه انا طولت عليكم، لكن بتنتهي حكايه اخنوخ بكلمتين: ولم يوجد لأن الله أخذه. وكأنه يوم ورا يوم وهو ماشي كان حاسس نفسه بيخف، وجاذبية الأرض ليه بتخف، وارتباطه بالأرض بيقل، وكمل مشواره ومسيرته مش هنا في السماء، في سماء فوق. وهو محدش يقدر يكمل المسيرة فوق غير لما يبتديها هنا على الأرض. إيه ده؟ خلصت؟ أنا مش قلتلك إنها حكاية طويلة وقصيرة في نفس الوقت؟ يعني أفهم من كده إن أنا لو حبيت أدعي الواحد أقول له ربنا ياخدك زي ما خد أخنوخ يا معلم زخاري؟ ربنا ياخدك أنت ويريحني منك. لا يا عم زخاري، سكر عنده حق. الناس بتفتكر لما تقول له ربنا ياخدك إنك بتدعي عليه لا سمح الله أو بتتمنى إنه يموت، لكن ما يفهموش إنها ممكن تكون أحلى دعوة. أحلى دعوة؟ آه. طب ربنا ياخدك. طب يلا تصبحوا على خير عشان الناس نمت مننا اصلا. يلا تصبحوا على خير. اتفضل على خير يا حكواتي. اتفضل. أحسنت يا حكواتي. ارجع يا جزرة، سهران يعني؟ شغلانة كده كنت بخلصها وماشي على طول. ربنا يقويك يا ابني، انت بتشقى برضه. يا رب. ما تنساش تمسح الشحم الاحمر اللي على خدودك. ماشي. يلا يا سكر، تصبح على خير. سلام يا حكواتي. تنساش بكرة وانت جاي تجيب السكر والشاي اللي ناقصين عشان مش عايزين نعم. صدقني الموضوع كله أكل عيش مش أكتر، إنما اللي في القلب في القلب. يعني هو الواحد يعمل إيه بس؟ يموت نفسه عشان ينفع؟ يعني أروح أموت نفسي في الكنيسة؟ تصبح على خير يا بيتر. غلط يا حكواتي غلط. الموضوع ده ما يتحكيش في حكاية، الموضوع ده يتعاش، يتعاش أسلوب حياة. I'm
اني عمري ده مش بتاعي وانك مش بس راعي انك سيد والسيادة يعني يبقى الكل لي مش هقاسمك في الحياة واكيد هديك مكانك وهعرف عيش عشانك وتكون مالك عليا وعمري ما يكون لك شريك انت لازم تبقى مالك كل حاجة جوا قلبي تبقى واخد كل حبي لازم انت تكون يا ربي الأول والأخير مش هعيش لك يوم واسيبك يوم وفرقك انت عمري بحاله حقك وانا مش هقبل اضايقك يا رب انا ليك اسير يبقى مدي لك حياته كل سنينه أوقاته ويكون معاك يا يسوع دايما ومش حسب الظروف ربي عود قلبي دايما يبقى متوحش وجودك ومتقوب وعودك وسترك يبقى هو سكني وملجئي لو كان في خوف انت لازم تبقى مالك كل حاجة جوا قلبي تبقى واخد كل حبي لازم انت تكون يا ربي الأول والأخير مش هعيش لك يوم واسيبك يوم وفرقك انت عمري بحاله حقك وانا مش هقبل اضايقك يا رب انا ليك اسير يلا يا رنا عشان نحضر الكنيسة يلا يا رنا حبيبتي عشان ما نتأخرش على الأوتيل ايوه يا جورج يا جورج يلا يا ابني شد حيلك شويه عايزين نلحق الكنيسه عايزين كمان نلحق الاجتماع من اوله ايوه خلاص يا بابا حاضر جاي Thank you.
يعني معاش موسم وموسم مع الله، لما ممسكش فيه في وقت الضيق وسابه في وقت الفرج، وعمره ما نسي انه الخير ده هيكون بس من حكاياتي يمكن حكايات أجداد، بس بتحصل لسه وتتعاد. حكايات أجداد بس بتحصل لسه وتتعاد. حكايات خيانة وهروب وعناد، وكمان في حكايات إخلاص. دايرة بتدورها السنين وتعيد نفسها مع ناس تانيين. ويعلم بقى الدور على مين علشان يشرب من نفس الكأس.